تفضل اخ احمد بازا، المايك معاك. طيب انا شايف ممكن تهد لي السؤال او غلطت الاسم بليز لو سمحت. بالنسبة للاخ ابو كمال، ابو كمال يس. الاخ ابو كمال كان بيسأل، بيقول انك اتعرضت لمتاعب كتيرة ولاضطهادات كتيرة لما قبلت المسيح واتمسكت بانك تكون ابن ليه. يعني هو حابب بس ملخص صغير. انا بعرف انك انت ما بتحبش تقلب في الماضي، انا بعرف شخصيتك كويس، دايما بتبص لقدام ودايما بتنسى ما وراء وتنظر للامام وتسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لكن باختصار شديد في نقطتين ثلاثة علشان بس ابو كمال ما يزعلش مننا، اتفضل اخ احمد. اوكي طيب شكرا ليك يا ابو كمال، والرب يبارك حياتك يا اخونا المشترك. وطبعا الاخ نشأت بينقذني، شايف هو ماي سيفير يعني على البرنامج. ربي يباركك. انا دايما فعلا بؤمن به الايه الجميله اللي هي لكن شيئا واحدا اجتهد فيه، فهو ان انسى ما ورائي وامتد الى ما امامي فاسعى نحو الهدف. الالام دي كانت بسيطه بسيطه خالص، ليست لها قيمه مقابل الحب العظيم والفداء العظيم والخلاص اللي اعطاه الهنا لينا احنا كلنا كمسيحيين. لو احنا كده بصينا لكلمه عذابات او كلمه الام، ليست لها قيمه بحيث ان هي انت شلت، انت كانسان كنت ميت واحياك الرب يسوع المسيح، انسان كنت اعمى واعطاك البصيره الرب يسوع المسيح، انسان كنت في الظلمه وانتشرك الرب يسوع المسيح من الظلمه الى نوره العجيب. فهنا الثمن ليس له قيمه، لان اللي اعطاه لنا الهنا مجانا لا يقاس باي ثمن او باي اضطهادات على وجه الارض. وشكرا ليك يا ابو كمال، والرب يبارك حياتك يا اخونا المبارك، واهلا وسهلا فيك معانا دايما في برنامجنا. كنت أعمى والآن أبصر. خليني أخذ مكالمة تانية قبل ما ترد على الأخ غالب، خليني أخذ مكالمة تانية. ألو، تفضل للفضائية الآرامية، تفضل مين معانا؟ مول من كاليفورنيا. أهلا مول، تفضل حبيبي. مول من كاليفورنيا. أهلا أخ مول، تفضل تفضل، سامعينك. سمعت طبعا الشيخ لطيف بري، عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف بري، تفضل. بيتكلم بيقول عن ابراهيم كما يعلم الاسلام انه اليهود يقولوا عنه انه يهودي، والنصارى يقولوا عنه نصراني. ايوه طبعا انا ما بعرفش مين هم النصارى، انا بعرف في مسيحيين وبعرفش في نصارى. الرب يباركك، ايوه معاك. وبعدين المسلمين بيقولوا عنه مسلم. فطبعا اولا انا اسف جدا، سلاماتي جدا لكم جميعا وخاصه الاخ المحبوب احمد ابابا. اهلا الرب بيك. يباركك ويأيدك بقوه من عنده يا رب، ويثبتك ويثمر فيك باسم الرب يسوع المسيح. ويباركك اخ. وانا بطلب ما دام الاخ احمد بيفهم بالاسلام، هل هذا بالفعل تعليم الاسلام انه بالنسبة لإبراهيم إنه الإسلام بيعتقد إنه اليهود بيقولوا عنه يهودي والمسيحيين بيقولوا عنه مسيحي؟ طبعا إحنا بنعرف إنه إبراهيم هو عبراني لكن ليس يهودي، الكتاب لم يطلق عنه كلمة يهودي لكن أطلق عنه كلمة عبراني لأنه عبر. فهذا هو سؤالي. أشكرك أشكرك كثير أخ مو، ربي يباركك، شكرا لاتصالك. اخ احمد في مكالمه تاني، معلش بعد اذنك تفضل. اهلا الاراميه، الفضائيه الاراميه، تفضل مين معايا؟ الو ايوه تفضل، مين معايا؟ اخ سامي اتفضل. رجاء بس احب اولا اشكر الاخ احمد. سامي معايا؟ سامي نعم. ايوه منين سامي؟ نعم سامي من ديترويت. ديترويت تفضل حبيبي. اشكر الاخ احمد على قبوله السيد المسيح. امين. واهنيه واباركه وان شاء الله يعطيه قوه ويعطيه بركه اضافيه في حياته. سؤالي هو قبل ان يقبل السيد المسيح وقبل ان يدخل السيد المسيح الى حياته، هل كان يشك في الدين الاسلامي؟
بأنه ليس دين سماوي أو ليس دين الحق؟ وإذا كان كذلك هل ناقش هذه الأمور مع الأخوة المسلمين قبل أن يتعرف على السيد المسيح؟ وأشكرك. أشكرك أشكرك ربي يباركك. أخ أحمد اتفضل معنا حوالي معك حوالي 3-4 معايا 3 أسئلة. اتفضل كويسين اتفضل حبيبي. أوكي معايا الأخ داود أعتقد. أيوة. اللي هو سأل عن كلمة وروح من. أيوة. وبدك تفكرني بالأخ كاليفورنيا. الأخ مو من كاليفورنيا بيكلمك عن. الاسم بس. مو مو. مو مو اوكي أيوة. والاخ سامي اللي السؤال بتاعه والاخ سامي طبعا اوكي اهلا وسهلا بك الاول الاخ داود علي انت سألت سؤال طبعا والشيخ عبد اللطيف طبعا للاسف الشديد برضه لم يجب الاجابه الكافيه اللي هي الحق كما قال القران لان احنا لو تبعنا اجابه القران هنلاقي طبعا الشيخ عبد اللطيف لم يجب على تلك النقطه وهي موضوع الروح وموضوع الكلمة وموضوع ان الكلمة مخلوقة موضوع ان الكلمة مخلوقة فهنا السؤال بسيط جدا وطبعا دوت الاخوة المسيحيين وجهوه للشيخ عبد اللطيف وهو هل قبل خلق